السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا احنا عدنا في موضوع اخر اللي هو ايضا راح يكون HTML. خلينا نقول شو كان اسمه. اوكي. Ordered list او list راح اكتبه dot HTML. هنا انا راح اخذ مجموعة اشياء متشابهة. خلينا نقول مثلا في البداية اخذ هذا best وايضا احتاج الى الordered list. تمام، هذا مساحه وهذا اغلقه. شكرا جزيلا. هنا نكتب ordered list. تمام، هذا هو الordered list اللي احنا شفناه. لو اجي على طبعا احنا ما غلقنا ال HTML والبادي بهذا الشكل. اوبس، بهذا الشكل، هذا وهذا. سيف. طيب لو نجي على طبعا ممكن ايضا تعمل دبل كليك عليها بيشتغل عادي على المتصفح. ما هذا، اسف جدا، خلنا نغلق هذولا. وينه؟ ذاتس ات. اوكي، اذا هذا احتاج انه اجيب على المتصفح. ليش يظهر هنا؟ هذا all list. تمام، ظهر عندي all list. طيب هذا ايضا ممكن شوي نصغره لان احنا ما عندنا كتابات كثيرة، وهذا ممكن نعمله بهذا الشكل. تمام، يكون أفضل، أو ممكن بهذا الشكل يكون أفضل. جميل، إذا إحنا عدنا هذا هو الـ ordered list بهذا الشكل، ظهر 1 2 3 4. طبعا ممكن أيضا نعمل نغير في الخصائص اللي عنده. على سبيل المثال مثلا الـ OL، لو جيت أنا حددت هنا type وجيت لاحظ في عندي أنواع type، في عندي واحد مثلا على سبيل المثال save، لما اعمل ريفرش لن يحدث اي تغيير. ليش؟ لانه هذا الترتيب كيف يكون، يعني اظهارك للاسماء كيف يكون 1 2 3 4 5 4 على سبيل المثال. لو اجيت مثلا عملت واحد اخر وهذا راح يكون التايب، لو اكتب تايب لاحظ هختار اي، طبعا الاي هم نوعين، اي سمول اي كابيتال. خلينا نجرب السمول. لو جيت عملت هنا ريفرش لاحظ اي بي سي دي قام بتغيير من 1 لـ 4 الى اي بي سي دي. لو وضعت اي كابيتال وعملت سيف ريفرش لاحظ اي كابيتال بي كابيتال سي كابيتال دي كابيتال. الترتيب بمعنى انه نوع الترتيب اللي انت ترغبها. ممكن هنا نعمل كوبي ونعمل هنا بيست مره اخرى. خلونا نحدد مره اخرى تايب، لاحظ في عندنا الاي، الاي سمول ام كابيتال. خلينا نعمل هنا سيف ونجي نعمل ريفرش لاحظ الاي، الاي المزدوجه، الاي 3، اي في اي، تقريبا الارقام الرومانيه. ممكن اعملها ايضا بالكابيتال، سيف حيكون بالكابيتال الارقام الرومانيه. نجي هنا نعمل كوبي، نعمل هنا بيست. اذا جيت كتبت هنا تايب لاحظ في عندي الاي كابيتال اللي احنا اخذنا فكره عنها. لو نعملها مثلا هنا سمول على سبيل المثال ريفرش لاحظ بيظهر لك بالشكل الاخر. يعني التنسيق والترتيب التيبلز يبقى عليك انت. اضف الى ذلك انه احنا شفنا خلينا نقول الترتيب كيف يكون. ممكن ايضا انه احنا نحكم عليه. على سبيل المثال الان هو بدا مثلا التايب 1 احنا كتبنا صح. خلونا نبدا نشوف هنا اذا في عندنا ستارت. الستارت من اي رقم يبدا؟ يعني انت كتبت انه نوع الترتيب حيكون بالارقام، الارقام العربيه 1 2 3 4. على فكره هذه الارقام هي ارقام عربيه وليست انجليزيه، 1 2 3 4. هنا ممكن اقول له ابدا من رقم 6 على سبيل المثال. خلينا نعمل ريفرش لاحظ 6 7 8 9. عرفت كيف؟ 6 7 8 9. ممكن اقول له ابدا من 10 مثلا، سيف اعمل ريفرش 10 11 12 13. هذا هو فكرة الاتريبيوت ستارت. ممكن انه احنا ناخذ نفس الاتريبيوت ونيجي نعملها بالنسبة لجماعة الاي.
خلنا نشوف كيف راح يظهر. رفرش، لاحظ JKLM لأن J هو رقم المركز العاشر من الحروف الإنجليزية. J يبدأ 10، لو جينا قلنا مثلا 2 حيبدأ مفروض من البي. لاحظ B C D E، عرفت كيف؟ هنا أنا ممكن أيضا الآي بالحروف اللاتينية طبعا، مثلا ممكن أبدأ بثلاثة على سبيل المثال. لاحظ كيف راح يبدأ 3 4 5 6، تمام؟ هذا فكرة الستارت. إذا أنت حبيت أنه يكون بدايتك ليس من الرقم واحد، يكون من رقم معين، ممكن استخدام الستارت لتغيير هذه الترتيب. طيب هنا نوقف، نكمل وياكم إن شاء الله بالدرس.